سنة 1905 أينشتاين طلع بنظريته للنسبية الخاصة، بيثبت فيها أن الكون ليه أبعاد مكانية، طول وعرض وارتفاع أو عمق، وبيضيف عليهم البعد الرابع اللي هو الزمن. الأبعاد المكانية دي بتسمح لنا أننا نتحرك فيها زي ما احنا عايزين، يعني نتحرك لقدام وللخلف ويمين وشمال والفوق والتحت، ومن الماضي للحاضر للمستقبل والعكس. نوضح اكتر، يعني لو هنحتاج نتحرك في البعد الثالث اللي هو الارتفاع هنضطر نستخدم طائرات او صواريخ، ولو هنحتاج اننا نتحرك في البعد الرابع اللي هو الزمن هنحتاج قدرات تسمح لنا اننا نتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء عشان نسافر للمستقبل مثلا، او لو احنا خارج مجال الارض ادراكنا للابعاد المكانية دي هيختلف مكانيا وزمنيا، هيكون خزعبلي كمان. في الحقيقة لو انت برا الارض مش هتبقى عارف اذا كنت ماشي بالطول ولا بالعرض ولا بالارتفاع، وده فعلا اللي بيحصل مع رواد الفضاء. نحن ما عندنا احساس بالاتجاهات قلب، بس انا ما عندي شعور اني انا منقلب، اي اتجاه انا احط جسمي فيه يستوي عندي هذا فوق وهذا تحت، هذا يمين وهذا يسار، يمين زي شمال زي فوق زي تحت، وكذلك الامر بالنسبة للزمن، وده ما ينفعش يقاس الا في حالة وجود سطح تحدد عليه او تمشي عليه، كوكب مثلا زي الارض، وقتها تقدر تحدد بناء عليه وتعرف اذا كنت ماشي صح او لا. لكن في حالة لو انت برا الارض وعدت من جنبك مركبة فضائية مش هتبقى عارف مين فيكم اللي ماشي بالمعدول. تعالوا نرجع للابعاد المكانية. الابعاد المكانية دي مش مجرد اتجاهات وبس، الابعاد دي بتوصف كل حاجة في الكون، انا وانت وكل حاجة. وصف للكون ده بيقولك ان كل حاجة في الكون دي عبارة عن 3 ديمنشن او ثلاثية الابعاد. في الحقيقة الفيزياء غريبة واللي جاي اغرب من الخيال لكنه حقيقي. استنى الفيديو اللي جاي بقى، وكان معكم محمود من قناتكم سري سترينجرز، والسلام.